الفجر بنبدأ بصيامه ونفطر لما الشمس تغيب. رمضان ومحلى أيامه، رمضان الشهر الحبيب. من الفجر بنبدأ بصيامه ونفطر لما الشمس تغيب. رمضان ومحلى أيامه، رمضان الشهر الحبيب. السلام عليكم أطفالي الأحباء، أتمنى أن تكونوا بخير رفقة ذويكم. مر وقت طويل ولم يوحي الله تعالى بشيء إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قريش للرسول صلى الله عليه وسلم: قلاك ربك، يعني تركك وأبغضك. فأنزل الله تعالى هذه الصورة وهي صورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، والضحى معناه هنا أقسم الله تعالى بالضحى، يعني الصبح إذا ظهر وكأنه ظهور الفرج. والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، أقسم الله تعالى بالليل إذا سكن وأظلم وأسدل، وهو وقت الراحة بعد العمل والجد والتعب. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. بعد أن أقسم الله تعالى بالضحى والليل، خاطب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لم يودعه كما قال المشركون ولم يبغضه. وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. الله تعالى يواسي الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له بأن الدار الآخرة خير له من الدنيا وما فيها، فهذه الدنيا ليست دائمة لنا، فلا ينبغي أن نتعلق بها ونجعلها أكبر همنا، إنما نجعل همنا هو هم الآخرة وكيف سنلقى الله تعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هنا بشر الله تعالى رسوله الكريم بأنه سيعطيه في الدار الآخرة حتى يرضى. ألم يجدك يتيما فآوى. هنا يذكر الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتيما منذ صغره، فكفله جده وعمه، يعني خص الله له من يعتني ويهتم به رغم يتمه. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. هنا يذكر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان لا يعلم شيئا من الإيمان أو عن الإيمان، وهداه الله لعبادته وجعله الله من أحسن الناس خلقا. ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى. هنا يذكر الله تعالى كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم فقيرا ولديه أبناء فأغناه الله تعالى. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. يقول الله تعالى للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كما كنت يتيما فآواك الله، فلا تقهر اليتيم وأحسن إليه وكن لطيفا معه. وأما وأما السائل فلا تنهر. كما كنت فقيرا محتاجا فلا تنهر من يأتي إليك ليسألك عن شيء، ولا تكن متكبرا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. هنا
يطلب الله تعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر نعم الله عليه ويشكر الله عليها. أطفال الأحباء، سورة الضحى تخاطبنا جميعا ولا تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. هذه السورة تذكرنا أن الله أنعم علينا بنعم كثيرة يجب أن نحمده عليها في كل الأحوال. الفجر منبدا بصيامه ونفطر لما الشمس تغيب، رمضان ومحلى ايامه، رمضان الشهر الحبيب. الفجر منبدا بصيامه ونفطر لما الشمس تغيب، رمضان ومحلى ايامه، رمضان الشهر الحبيب.